السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. اليوم أريد أحكي لكم في موضوع مهم. لكل شخص ينوي المجيء إلى تركيا يريد يعيش بيها، خلني أفهمكم الوضعية. شوف أنت أول ما راح تجي مبدئياً راح تدور لك شقة فندقية، تدخل إلى فندق تسكن لغرض الحصول على الإقامة. أول ما تجي تدخل بالفندق راح تحجز لك لنفرض فد أسبوع، تأخذ لك الحجز مالتك يكون أسبوعي، وراح تندل هالمناطق اللي بيها مطاعم مقهى، طبعاً أكو متنزهات ترى هم راح تفتر وراح تشوف هذه. أنت بهالحالة من جاي تعرف شخص معين انت متصل به تريد يعني يوجهك يقول لك، مثلا انت خابرته هو دلك على الفندق او يجوز يستقبلك من مطار المكان ويوديك الى فندق. فانت ايش راح تسوي؟ راح تجي تدخل بالفندق وراها صاحبك انت مثلا دلك وكملك وطلع، رجعت انت للعصر، رحت قعدت بمتنزه او مطعم سواء كان تركي أو عراقي، راح تتعرف على ناس، مثلا شخص عراقي راح تتعرف عليه يسلم عليك، راح يقول لك انت منين ما منين، تقول له والله اليوم وصلت او البارحة وصلت وجيت هنا اريد اعيش واريد اسوي فلان شغله. هسه انت كل الشغلات اللي بداخلك حشيت ريالين باعتبار انت بالغربة، لك هذا ايش مدري. هذا الشخص المقابلك اللي تعرف عليك مباشرة ايش راح يقول لك؟ تدلل صدوق كذباني، عندي شقق وعندي شقة. هو طبعا مو دلال ولا صاحب مكتب ولا قاطع الأرزاق، هذا احنا نسميه اللي يقطع الأرزاق، ياخذك من المطعم. انت طبعا انسان متردد ما عندك كلمة من تجي من هناك متفق او مرتب امورك، فهذا راح ياخذك الشخص يوديك الى شقة شقتين. لقيت الشقة واجرت، راح انت شو تسوي؟ تخابر صاحبك، والله استاذ لقيت صديق لي من زمان اعرفه، ما تقدر تقول انا فشلت انت وياه ما بقيت وياه، فراح طلع لك حجة انه انا لقيت صديق وهذا صديق انت موصي وسبحان الله خابرني. تعرف انت لانه رقمك انت منشور بالجوجل، فهو اصلا طلع رقمك من الجوجل بحث عليه ورسل خابره قال لك انا دريت بك انت وصلت تركيا فاجرت لك شقة. فهاي الحجة مالتكم، هاي خلصنا. ايش راح يصير بك انت؟ شوف ايش راح يصير بك. اجرت الشقة باعتبار انت اضطريت بدل ما ابقى بالفندق اسبوع خلي القي هسه لصاحبي، ايش مدري اني القي له وين يلقيني، انت متردد. فانت رحت وياه، الشقة طلعت مو نظيفة، ورا يومين ترجع تتصل بصاحبك بدون زحمة، بلكي تلقي لي شقة انظف ارتب، صاحبك اعتيادي باعتبار انت ما جيت عليه من البداية، راح يقول لك الله كريم يشحنك يعطيك ابرة مال بنج يعوفك. فهاي اول الاخطاء العراقي يوقع بها او اي واحد من ايجنسية، من يجي يبقى متردد ويقمز راسا يوقع بخطأ. ناس هاي خلاص معدين، اكو عالم تجي تستقبلها ترتب امورها حسب الاصول، تعرف اكو ناس ما تقدر تعيش بتركيا يعني شافت الغربه والوضع والكذا، طيل الفتره اللي هم قاعدين بها شهر شهرين ثلاثة اشهر باقين هم مثلا تركيا، ورا ما يخلص ويسلم عليك يقول لك انا راح ارجع للعراق. اول ما يرجع للعراق، انا طبعا ما احكي هسه على غير رجاليات وغير ناس، على العراق يوصل للعراق مباشرة يشيل التليفون عليك يقول لك والله انت قفصت علي. زين يابا ليش قفصت علي؟ لان انا اعطيتك اتعابك مثلا 100 دولار، بس انت من ركبنا تاكسي من منطقة لمنطقة صار سعر التاكسي 200 ليرة، انت خليتها من اخذتها من عندي، ورحنا مثلا مطعم قعدنا يجوز والله خليتني انا ادفع الغداء، يعني مال حكي مال اطفال. زين انت مثلا تبي واحد ياخذ 100 دولار ويرجع يصرف عليك، على شكو ماخذ 100 دولار؟ خو من البدايه يقول لك عمي تعال انت بضيافتي وفي مال لا، وهنا هي هاي المشكله اللي نعانيها. هاي وحده من الشغلات. الشغله الثالثه، يجي شخص منك يقول لك انا اريد اشتري، ويجي تشوفه يقول لك انا اذا اشتري شقه او اريد اتجنس اخذ غراض اخذ كذا، تفتر ويا يومين ثلاثة انت مطمئن ده يشتري، تفتر ويا وتصرف من جيبك، تتغدي يجوز تشتري له باكيت جيجاير، تروح وتجي او التاكسيات على حسابك انت راح تبيع له، بالبيع راح توقع لك نسبة الدلالية. اذا مثلا شقة للبيع لا، هذا انا اقول لك ما تقدر تصرف عليه، هي شقة ايش فيها
يعني انت وكم دلال يجيك ما ادري شنو يطلع. لكن مثلا ابو الجنسيه، ابو الجنسيه نسبه الجنسيه كلش قويه فتصرف عليه، وحد ما يكمل شغله بعدين شو يقول لك؟ والله ما دورت الفلوس ومع الاسف وما شنو. ينسى الغداء والريوق والتاكسيات، واحد ذاب له بالورقه بال $100 اكثر، هذا يعوف الميتكر. والله انا مطيت عربون وانتم روحوا قطعوا من العربون. زين، ما فكرت انه هذا اللي اخذ العربون شخص كان تركي او عراقي ما يرجع العربون وما يريد يعطيك اياه، ليش؟ هذه هم وحده من الحالات اريدكم تجوزون من عندها. هذه كلها خلصنا، هسه نجي على الشيء المهم. المهم انا حكيت اكثر مره، عندك راتب، عندك حواله، تقدر تعيش بحاله وحده حاليا. هسه تعرفون الاقامه السياحيه متوقفه، اقامه طلابيه، العلاجيه، هذني الموجودات، او العقاريه بشراء العقار. نجي انت شو اللي تريد تسوي؟ اللي بالعراق هسه الفيزا اللي دي يسوى، اذا الفيزا سياحيه راح يوقعوك على تعهد انه انت لازم ترجع خلال شهر. الفيزا الطلابيه لا، يعطوك فيزا طلابيه. الفيزا الطلابيه من تدخل بها تركيا وتقدمون على دراسه ويعطوك الجامعه المدرسه يعطوك دراسه، يعني الاقامه مالتها على فترة الدراسة اللي راح يبقيها الطالب. يعني مثلا يعطوك سنة انت كملت هاي السنة، بس الثانية راح يجددوا لك لحد ما انت ما عندك كتاب تأييد لا من المدرسة لا من الجامعة، تلغي الإقامة وانتك يعطوك مهلة ترجع إلى بلدك. الفيزا العلاجية، الفيزا العلاجية نفس الشيء، تيجي تدخل تراجع مستشفى راح يسوون بيك، يعني يسوون بيك تقرير انه انت تحتاج لعلاج لمدة 6 أشهر، راح يعطوك إقامة لمدة 6 أشهر وهكذا. هاي بالنسبة للعلاجية. فيزة العمل، اكو فيزا خاصة تسويها مالت العمل، تجي هنا هذه فيزة عمل ماشية. تجي تدخل تشتغل ويا شخص تركي بشركة تركية يعطوك فيزة عمل على شغلك. تأييدات مستمرة، يعني احتمال يطلبون من عندك الدفع السيكورتي، انت اذا شهر واحد ما تدفع سيكورتي يرجعون يسحبون الإقامة من عندك. لأن تبين عندهم بالسيستم. فضروري انت لازم تشتغل ما بها أي مجال. تبقى الفيزا العقارية، الفيزا العقارية $75,000 المحافظات الكبيرة، $50,000 المحافظات الصغيرة. يبقى الطالب اللي موجود ويا الأهل أو أي أحد أفراد العائلة اللي عمره أكثر من 20 سنة، شنو اللي راح يحصله؟ إذا كان هو طالب راح يطوه على قد فترة الدراسة، وهم راح بعدين يلغون الإقامة ويرجع. يعني بيها أمور حاليا صعبة بالنسبة للعقارية، لكن إن شاء الله إحنا نتأمل خير وتنحل هاي الأمور بالمستقبل. العالم اللي علقت قبل كم يوم على فيديو وغيره يحكون مثلا يقول سويتوا انتوا كل شيء ما سويتوا وتريدون نتكاتف، يعني هذا الحكي مالتهم. احب اقول لك يا اخويا يا ابن عمي يا ابن خالي يا حبيبي للكل، يعني اريد اقول لكم شغله، صار لنا فوق 60 يوم اركض، هسه يلا جاي 30 واحد وياي، يعني انضموا للجمعيه اللي احنا سوينا، ترى 30 واحد 30 35 واحد من آلاف اللي موجودين. فأنت شنو اللي تريدني أسوي أنا؟ لا أنا رئيس جمهورية ولا أنا صاحب قرار ولا كذا. فهذا الحال اللي صار. أي استفسار أنا حاضر، رقم بالشاشة وحساب التيك توك وبالوصف بالتعليقات أرد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.